بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد أحمد تغالب معلومات. هنقدم الكلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن هو دراسة على نطاق واسع لمشاكل خاصة في مجال الإحصائيات والتعلم الآلي والشبكات العصبية. الكلاسيفيكيشن هو واحدة من التقنيات التي تستخدم على نطاق واسع جدا أو كبير. مسألة الكلاسيفيكيشن أو وظيفة الكلاسيفيكيشن وإن هي مهمة لتطبيق قواعد البيانات والجمع بين الكلاسيفيكيشن وتقنية قاعدة البيانات، يجب إنه يكون موضوع واعد في المستقبل. ندخل في دقة التصنيف. أنا عشان يكون عندي دقة التصنيف، لازم يكون عندي أول شيء معدل تقدير الخطأ، أو إني أقدر الأخطاء في البيانات الكثيرة. عندي كذا طريقة. أول طريقة الهولد أوت ميثود. في الطريقة دي عندي أول شيء التقسيم. أنا حقوم أقسم البيانات لبيانات التدريب وبيانات الاختبار. بستخدم 2 من مجموعات البيانات المستقلة. أنا جبال البيانات قسمتها لمجموعتين، اللي هي بيانات الاختبار وبيانات التست. أي بيانات بتكون مستقلة بتستخدم مجموعة البيانات مع عدد كبير من العينات. كل مجموعة أنا قسمتها بيكون فيها عدد كبير من العينات. الطريقة الثانية اللي هي الكورس فاليديشن أو التحقق من الصحة. بقسم مجموعة البيانات اللي أنا قسمتها جبال جزات العينات فرعية باستخدام مثلا K1 ناقص 1، دي العينات الفرعية لبيانات التدريب، و K-Fault اللي هي دي شنو؟ دي اللي هتكون بيانات الاختبار. الكروس فاليديشن دي بتستخدم مجموعة بيانات مع حجم معتدل، يعني حجم بتاع البيانات ده لازم يكون معتدل. والتقنية دي من أكثر تقنية تقدير الخطأ استخداما، يعني واسعة الانتشار. عندي الحاجة الثالثة فيها البوتستروبينج وعند ليف اون اوت. دي بتستخدم لي مع بيانات حجمها صغير. نجي نشوف الكلام ده بالرسم او نشرح الكلام ده بالرسم. عندي الرسمة الاولى اللي هي التقسيم، تقسم البيانات للتدريب والاختبار. التقسيم ده عندي تريننج تيست سيت والتست سيت. التقسيم ده كان تقسيم عشوائي. التستنج سيت دي قسمتها 30% من البيانات، والتريننج سيت دي قسمتها 70% من البيانات. التستنج سيت دي اول مرة البيانات دي اللي هي شنو؟ دي البيانات اللي انا بعمل بها اختبار او بعمل لها تشيك لدقة التصنيف. عندي الرسمة الثانية دي اللي هي بتوضح لي الكروس فاليديشن. الكروس فاليديشن ده انا كنت جبال تقسيم البيانات دي ذاته، انا قسمته لعينات. هنا عندي التريننج سيت او مجموعة البيانات التدريبية، انا هنا قسمتها لشنو؟ قسمتها لمجموعة عينات، كل عينة حيكون عندها حي معين. العينات دي ذات حتكون تستخدم لي شنو؟ حتكون تستخدم لي اشجار او اشجار مختلفة، يعني كل عينة انا بطبق عليها اشجار مختلفة، والاشجار دي في النهاية بتديني شنو؟ بتعمل لي تيست سيت او التشيك اوفر. السلام عليكم. خاصة طبعا معلومات واصل للكلام اللي بدأت فيه الناهي. السيمبو المسد دي من الطرق شنو بيزد لنا الدقة في التصنيف. عندنا مجموعة من الطرق نسيبل المسؤول أكثر شيوعا وأكثر استخداما، اللي هي ثلاثة طرق، اللي هي البيجينج والبوستنج والإنسيبل. هي حنشوف دي بالتفصيل. طيب نجح للبوستنج أو في البداية هنتكلم عن البوست ستريبينج، اللي هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن عندنا مجموعة بيانات داتا سيت
بتبعت البيانات الأولية اللي بتكون في صورة أولية اللي هي اللي بتعبر لنا عن شنو العدد الإجمالي للعينات من مجموعة البيانات، تشكيل شنو مجموعات أخرى، شنو العدد كم من العينات للتدريب. تقرأ بعض العينات في مجموعة جديدة، شنو ده بيؤدي لنا شنو إن بعض العينات من مجموعة البيانات الأولية منتصف المجموعة اللي هي مجموعة التدريب، هذه العينات شنو بتشكل لنا شنو المجموعات بعد الاختبار. يجي لشنو؟ للبوستنج. البوستنج في البداية اللي هو اللي احنا قلنا البوستنج اللي هو واحدة من شنو الطرق اللي استخدمنا في طرق التصنيف. دايما بتطبق على شنو؟ على الشارع قرار اللي هو ديسيشن تريز، أو عن طريق شنو؟ أو نظرية بايزر اللي هو التصنيف. تعمل لنا شنو؟ تطلب لنا شنو فقط وقت خطير او لنا تايم مساحه ثابته اللي هي كوست سبيس. بيجي عندي المرتبطه اللي شنو بالبوت سترابينج او اللي هي انا شرحناها قبل دي شنو التصنيف اللي زياده الدقه في التصنيف. يلا هشوف الخوارزميات دي البوستنج الجوريزم، خوارزمية البوستنج الجوريزم اللي هو على شرح في خطوتين اللي هي الموديل جنراليزيشن اللي هو في البداية اللي هو خطوة الأولى بتكون شنو؟ أول حاجة من نساوي أو بنعمل مساواة لشنو للوزن بتاع الحالات اللي هو في حالات الاختبار. الخطوة الثانية بكون بطبق شنو خوارزمية التعلم الليرنينج الجوريزم على جميع الأجزاء بتاعت البيانات، بكون بخزن الناتج بتاع الموديل بخزن الناتج بتاع الموديل. في الخطوة اللي بعديها اللي هو شنو؟ بقوم بحسب معدل الخطأ في كل الأجزاء، وبقوم بخزن الناتج من المعدل. إذا كان معدل الخطأ يساوي زيرو أو أكبر من أو يساوي 5/10 فوالي بس شنو؟ ترمينيت شنو الموديل جنريشن. كل حالة ولكل انستنس في الداتا سيت، إذا كانت الانستنس مصنفة بشكل صحيح عن طريق النموذج أو الموديل، بعمل شنو؟ بعمل مضاعفة للأوزان بتاعت كل انستنس عن طريق شنو؟ عن طريق اللي هو معدل الخطأ اللي هو القانون اللي هو بيقول اي على واحد على 1.90. هي بكل تي او تريننج انستنس على الاقل اللي هو في الموديل، بقوم شنو؟ كل الاوزان في كل كلاس بتطبع من هنا من الموديل، بيطلع شنو؟ بيطلع الناتج الاعلى لشنو في الكلاس، القيمة الاعلى في الكلاس. طوال الكشف شنو؟ الجاجي الجاجي برضه عنده خطوتين اللي هي الموديل جنريشن حالات في بيانات التدريب. كل تكرارة يتم شنو؟ حساب تطبيق خوارزمية التعلم على العين. زينا الناتج نفس الخطوات الكبيرة اللي هو في الخوارزمية البوستنج. في المرحلة بتاعت الكلاسيفيكيشن بقوم بتنبأ شنو بكل حالة باستخدام النموذج. الخطوة الثانية اللي هو بقوم برجع شنو الفئة اللي تم التنبؤ فيها. بكده نكون خلصنا شنو شرح اللي هو كلاسيفيكيشن كورنسي أو دقة التصنيف. السلام عليكم.